تقهر كداب ترى ودك. لا لا بروح مع ابو علي الرحمن. لا بحر. انا مقصد انا اقصد رحلته ما تمت. يمكن ارجع معكم. اذا رحت الطياره برجع معكم. اسمع الحجزات بلفوا عليها. بعيونكم سالفه سالفه توني تذكرت. ب 300. اسمع عيونكم سالفه. مرت من الايام كنا بالديله. انت شفت انا توني شاري السياره جديده. وش؟ سوناتا. فين؟ 18. اوف. الحين معك؟ اي بني محروق. هلا بي ترى بني محروق بعدين وقتها تعال يقدرون ماكل الجنود مركب طيس تزيد فلوس عشان تاخذه بعدين ايش تسوي ايش اسمه سويت لعنت الشباب قلت يا ولد مشينا الرياض قالوا قد واروح انا وواحد اسمه عوض هديب وسعد خوي سعد سيد كوة لا سيد كوة ما راح معنا سيد كوة يلحقنا احسهم يجدلون معه في الحاره في ترج بس اذا قدهم بيروحون يسهمون عليه سهمون لا هو ما يقدر يطلع من الديله ليه؟ شوف داخل ما يحب يروح يروح الرياض يقول اسبوع يرجع اسبوع زين بعد اقول اسبوع شوف على كثر ما سافرت على كثر ما سافرت انت شفت يعني اروح عادي زي البوليفار ذي ما قابل مشاهير طفوا مايكات سلام كمل كمل المهم قلت ميدون بنروح بنروح الرياض قال يلا المهم ناخذ رجال معنا ناخذ واحد من الجماعه اسمه ناصر علي ناصر رفيقي صديقي ايام الدراسه وصديقي المهم الكلام هذا الساعه كم طلعنا من بيش الساعه 5 كان ابوي بدون ما تصقع الساعه 5 طلعنا من بيش حلوين الحين قدنا طالعين الرجال 5 فجر العصر 5 فجر الغد شارع الرجال سوا نبشر قيلو لبسني يعني انت انا اذا جيت اساور ايش اسوي؟ اروق اوقف عند المحطه اي محطه اوقف عند هذه نفس نظامي اي اوقف عند هذه اوقف اتمشى اوقف عند لا قدني مع الرين اصفر على جنب يعني. اتكي شوي اسوي برات شاي زي كذا يعني رحلة تمشى انت مسافر لا رحله ذي يا اخي انت مسافر انت راحل عندك لزوم هناك ها لا كذا تمشي لا تمشي من حقه هذا ابوي يا اخي تمشي انت صبح حتى لو وصلت الرياض ظهر ما في احد يا اخي تمشي انت رايح انا ضد اللي يمسك خط ما يوقف ده انا ضد اللي ما يخليني اكمل كلامي يعني خلاص شيخ الكريم يحترمني اياه يلا فصل ولا عشان مواطن في وجهي في وجهي خلاص سولف يا اخي كم ليش انا ذا داير على طول ما لها معنى المهم يا طيب الرجال نبشني يوم بشني عامل بيساعد اخوي عمله هو ناصر علي ايه صديقك صديقي يا اخي وجاري برضه بس انه نبش يقيل وخلاص ما لا استطيع المهم يوم نبش يقيل عاين في سعد قلت يا ولد ايش رايك؟ قال يا الحين ما عندنا شيء في الرياض يعني نطير عشانه خلنا كل 10 دقائق نوقف كل 10 دقائق نوقف هو يحب ابغى الدزه المهم ونطلع من بيشه يوم تعدينا مدخل حق بيشه وانا اصفط وننزل نجف 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 ونركب نمشي يوم قدنا الهضبة احنا نصفر بننزل نجي 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 ولا بنركب نبي الهضبة المهم اني وقفت حول يمكن شوي 50 مرة قد وقفتها يوم قدني في الريل خلاص بنوقف ذي الرجال نزل يا ولد بعد بروح معكم منزل خذ شنطة ويسير صمل تكفى يا ناصر تكفى قال والله ما ادري ويسير يا ابو علي يا ابو علي قال والله ما ادري انا ادري ما حد بيوقفنا فنزلت البراد اسوي شاي واتفرج المهم ما حد وقف له ما له لحد رجع ركب والله ضغط شرم الشاي ورجع وركب معهم تلقاه خلاص الكرامه وين الكرامه منضغط وانا امشي يا طويل العمر قدنا في مزحميه تاكل ذاك بالمزاد هذه تنزل يوم قدنا عنده وانا اصفط فبيده هنا صح خلاص شاف الرجال صدق شعل اللي يقولون عنده شعل انا حسبين باقي في طاقه 5% كذا بخلصها قبل نوصل افر فهبردي لعيونه صورني سهري ثم نزله نزل تدري وتحداكم توصلنا الرياض والله انه وصلنا اذان العصر انت ماشيين 5 فجر والله هذه رحله صدق اذان العصر انا اقول وقف 50 والله توقفت ولد نزلته الشقه رقدنا وقمنا ما عاد لقيت هرب يا لومه يا لومه
فبيت انا وياه يمكن حوالي 3 شهور لين تصالحنا خلاص. يا لولا هذا صار بينكم شيء كلموا شيخ القريه. والله بكلم بسام الحين قد بسام صديقي. لا ما لي شغل بك. بوي ودانا من الخميس لجده. لا انا احبه خليني اسوي حركه تعجبني. 12 ساعة. لازم تضغط الواحد. وهي في 6 ساعات لا بس نفس نظام حبيبي. يوقف في كل محطه. يا اخي ما يزينا يا اخوي يزينا. حلوه بس انا ما اقصد انها عاد وقفات واجد. انا معك اني 100 كيلو اوقف اخذ لي بارد اخذ لي شيء اخذ لي قهوه اوقف اطلق رجلي اخلي رجلي تمشي يا اخوي اخواني لو عبى فل شفت مدير فل والله ما يوقف لين اذا مدير ما صفر والله ما يوقف لو تموت ما يوقف فنان هذا ما يوقف هذا ابوي سافرت انا وياه قطر سافرت انا وياه قطر معي واحد من اخواني شروق كاس العالم إيه لا قبل كاس العالم سافرنا وياه قطر يوم نطلع من الرياض جوعانين ما تغدينا قلت اي عبى من حطه فل ما علمت انه ما تغدينا يوم مشينا ما اخذت قلت طريق الدمام اي طريق الدمام قلت ترى ما تغدينا شفنا اقرب محطه بنتغدى ما تكلم جهد مية يوم جينا خلاص دريت انه خلاص مقطع ما عاد في محطه قلت له انت شو وضعك وقف قال معنا ليش ما ليش انتم دارين بنسافر من امس عندكم خبر ومعلمكم الساعه 11 الظهر بنتواجه ليش ما تغديتوا عندكم لزوم قدام يرحم والدينك يا ولد 12 ايه لو بقيت تغدى الساعه 12 ايه قول انتم ليش يوم قبل اجيكم في شيء بتلحقونا قدام لا لا يا اخي في ناس كذا اقسم بالله ما وقف الا في محطه اول انا كنت كذا ترى سلوى والله تدري خلاص بندخل منفذ ميت كذا هلكانيين يوم بدي عند ايش اسمه المنفذ ايش سلوى لا لا ماشي بطحه منفذ ابو سره ابو سمره ذا جوا ابو سمره جوا لا اذكره من كاس العالم عرفت انا كنت كذا ترى امغطها خط واحد ها تم غطى خط يا ولد وش خط واحد هذا بوقف قهوه يا ولد هذا ابوي ترى ابوي كذا لا هذا والله يا ابوي ابوي طبعا ابوي يحب يوقف واحد من اخويا نفس نظام اخوك ما في يوقف والله مستحيل يوقف انه فاتح لهم طبعا هم معهم اكسبديشن مسافرين لتبوك وفي خط سيدين مزدوج وكفو ولا في محطات الا قليل قالوا ها وقفنا في المحطة الجاية نبغى ناخذ لنا أكل ولا إيه قال طيب قد فتح قد المراتب اللي وراء قد بتها بت قال روحوا وراء طبعا هم 3 اللي مسافرين في اكسبديشن واحد قدام وواحد وراء والمراتب اللي وراء مستوية كلها قال ها روحوا شوفوا وراء في دافور والقدر وطبخوا السيارة السيارة هل منهم هي يعني غلط لا يصير شيء ولا لا قدر الله ها والله ما وقف بهم الا لين وقفوا ياكلوا انا كنت مثل ما قال ابو عشك مطبخ كنت مثل ما قلت انت شبابيه اسمع مسوين يعني نحن شباب وهم شباب اسمع ما وقفنا الا صلاه ولا بنزين واروح مع ولد اخوي ولد اخوي عمره 46 كيف السوق عمره 46 انا المفروض عمك عنده عيال يعني انا عمه عم عياله انت عمه عم عياله انا شفت ابوه شفت اخوي موجود امر عليه يقوم انا عمك المهم رحت انا وياه قلت سق تدري كم يمشي بس راح يتمشي ترى 100 من الرياض لا من شقره لين ابها 100 جيتونا اي جيناك كيف جيتونا على الخميس على النواص على بالاسمر بالاحمر ذيك الديار لين جينا الباحه جينا الطائف عودنا هو اللي سوق غاط لا طالع من الرياض انت ديرتك طالع من شقره ذاك انا عايش في الغاط ديرتك الطفوله ديرتك الحين وين فيه لا ديرتك ديرتك تدريث من تدريث شفت تدريث بس انه طول حياته في الرياض ربه تدريث جارنا ذيك بس انا من عمر 5 سنين اقل من 5 3 سنين وانا في الغاط وانت ليه خلصت من ايات القحطي من جحاد ما سعد ونعم عليك زود المهم انه ما عليك زود انه طول العمر اني عقب رحت مع ولد اخوي ذا يمشي 100 ويحن الموتر من اشياء انا ما اللي يساق موتري لعب فيه لعب جاء حنيه الموتر جاء دلع ما قد جاء والله من عقبها قمت كل ما سافرت اروق عيون الله خير عندي شغل مثلا الساعه 10 اطلع من هنا الساعه 2 قدامك شوف لا تسرع طيب بس لا تكون 100 امشي 120 خلاص اتروق انا انسان تغير كملت اسبوع كملت اسبوع ما مسكت خط يجيني بلا لازم امسك خط يجيك خلل في الجهاز يجي هنا شيء كل اسبوعين يسافر هذا انا في الشتاء لازم اسافر لا والله انا ما اكمل 3 اسابيع انا في الشتاء كانت تلبل حقتنا في يم عرعر
كنت كل ثلاث اجي كل ثلاث كل بعد اربع ايام اجي الرياض وارجع، كل بعد اربع ايام اجي وارجع خمس ايام. لا اربع ايام كثير، انا في الشهر لازم اسافر مره. لا شوف انا مو اني خطوط، بس ان احنا في الشتاء ايش ننزل تهام، كم عندنا الشقيق دفا هي حتى عند الشتر رحت تهام. كم تبعد؟ احنا 400 اي هن. لا نبعد. ساعه وربع وانا فيها ننزل الجدول وارجع. ما بعيد يا ولد صار يعني في نفس اليوم. في نفس اليوم من يومك انزل الجدول ولا انزل لاخر الليل؟ انزل الجدول والعقبه فاضيه لان بعد الدوامات تلقى العوائل والمدرسين تلقى الضباب كله يوم الخميس العقب الصيف زحمه. ايوه جيتها في الصيف هنا انا مكيف اربع ما يسوي شيء. لان مختار لان ايش؟ يود اجواء في عم بسام مصور وجهه ثلاث مرات ورا حتى خلفيه. بسام الوحيد اللي اذا هو يمشي ما تعرف هل هو قدام ولا ورا. صح. من اللبس من اللبس لا يعرف الشقيق. يا ولد كيف اجواء؟ انا ادمنت النماص والله يا ابو جا ابو علي. النماص جيتها يوم اقول كان ولد اخوي ادمنتها. يا ولد شيء الضباب تنومه كذا تخرق الضباب وانت تمشي تنومه والقلب لا تلومه. انا جايك من الرياض درجه الحراره 50 مكيف اربع ما يسوي شيء. والله انه حر والله نحر يوم جيت. ايه يا ولد تدري ايش العلم؟ يبغون ايش اكثر مدينة قد جلست فيها غير مدينتك غير ترج؟ الرياض. كم؟ غير البرنامج. ايوه غير البرنامج. والله اني ما ادري يا قد جلست هنا حول خمس شهور اروح بيها خميس وجمعة وارجع السبت اروح بيها خميس وجمعة وارجع السبت. دوام شيء؟ والله لا دوام ولا احد. جدول وانت؟ بس اني جلست اكثر من المدة هذه. بس اقول لك يعني تقريبا اني من كثر ما جلست هنا اروح الدير خميس جمعة وارجع السبت. اخ ما شاء الله تعرف شباب يجي لك مرحلة كذا ترى. وانت يا اوقف وش المدينة اللي قد جلست فيها أكثر من تربة؟ أكثر من تربة؟ لا مو أكثر من تربة يعني ما أدري كيف. أكثر من ديرة كنت يعني أكثر جلست من ديرة يعني قد طولت في مدينة فلانية يعني استأجرت فيها غير تربة فترة قصدي. زمنية يعني. فترة زمنية أنا جيت رحت مكة سكننا فيها سنتين ونص. لا حل إيه مع الأهل قصدك الحالي أنا لا حتى لو ما أهل غير برنامج أبها زيد رحت لها مرتين خذنا فيها أسبوع والمرة الثانية أسبوع. أول كنت مدمن جدة أروح لها يوم رحت بسالي راحت يا ولد يا ولد يا كرت كل شيء إلا الجنوب. أقسم بالله يا ولد جايك منها درجة حرارة 50 معليش حر يا ولد. تدري ما عندنا صيف ما يسوي شيء المكيف كل أنواع السيارات ما يسوي شيء المكيف والله الصيف راح هناك بس يا أخي سيارة البس أكسجين يا ولد بجشت الأكسجين يقول لي يا بالي الجنوب بس عندهم مشكله يا اخي رحت تدري رحت انا ولد تطلع في ابها جهه ابها والسوده يا ولد اكسجين ما في. انا اقول مصيفين الحين يروحوا لي الباحه ترى عندهم تماشي الباحه حلو طايف حلو جيت كلها ترى جينا زياره سريعه استكشافيه ترى. لا ما هي زي ابها زين ولد زحمه ابها زحمه يا اخي انا ما داني انا حاش من زحمه الرياض لقينا النماص في زحمه بعد بس فيها اماكن. شوف اذا جيت ابها شو اسمه الوليد اسكن في ابها شو اسمه ما تلقى النماص الوليد شعب الوليد منتزه الولي كان على اخر الاجازه وخف الزحمه شوي كليت مندي في الجنوب كان المندي بس مطعم ماشي ما جيت الجنوب ما هي بمطعم احنا زياره سريعه انزلكم حايل المنادي هناك هي من طالع من ما استمرها انا عندك تراه للبرنامج ياخذون انتداب مده اسبوع اقسم بالله العلي العظيم والله العلي العظيم يا ريالتي قسم بالله شفنا جنه شيء والله العلي العظيم يا فادم عيان اني هبيده في اذنه من كثر الطناخه انه يا ولد يقول انتو يقول يا ولد وش ذا البرنامج كل واحد يعطيه مركز اول خلاص من قوه الطناخه يا اخي اجواء هناك شيء مزروع حقيقي صدق زي ذا والله شفت هايدي دقيقه شفت هايدي شفتها كذا حياتهم العشينه وكوخ شفتها والله يا الصيف نحن ما حنا نطلع ليه يا هلا ابها وين تروحون انا في الصيف والله ما اطلع ابها ليه احنا جينا عندهم هناك اماكن اخي زحمه صيفي في بعض اللي يقول حق الرياض هناك والله اعرف هذا حق الرياض انا عني ما طول انبسط اذا جون مصيفين انبسط ليه يا اخي حياه تراه يجون يحيون ام المنطقه اول ما تروحون فاضي
خلي طفش والعنزة الأجواء حلوة وخضار ومطر بس كذا طفش ما في فعاليات ما في حد ولا في فعاليات كافيهات فاضية الأماكن فاضية إذا جيت بس أنتم ما شاء الله عليكم متعودين يعني على الأمطار وعلى الأجواء الزينة ومتعودين على زي ذي الأيام يلبسون ترى بلوفرات إيه أنا مصدوم الحين بلوفر وأصور سناب قال خذ هي تجينا أسبوعين أو ثلاثة أسابيع رجعت ثاني وطالما أخذ نص صحن من بيت أمه ومدين بجدتها شيء طفل امسك الدوريه